واش بغيت انا شي صبه؟ ويلا محمد راه زوينه الصبه في الليل كيديروها الناس. واش غادي نقولك الله يطليك؟ ان شاء الله. شنو عليك يا محمد؟ ما كناكلهاش انا اش بغيت انا؟ ودي على العزاب كي دايرين دابا تعليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وتكونوا فرحانين يا ربي. جيتكم انا متتبعين واحد الفيديو خاص يا البرد يا البرد سميرة اخويا محمد ايوا كنا مجموعه قسما بالله ماشي مجموعه ايوا تحيه للمتابعين ديالنا نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا معنا هذا النهار صراحه كنا مجموعين كاينه عمتي جات عندنا دابا راه شي يومين وهي معنا وصراحه كندوز واحد الاوقات غزاله معها والله فاش كتجي راه كتفوج علينا قسما بالله اقسم بالله عمتي كنكسو غير انا وماما وبابا كينعس بكري وماما كتنعش مع راس بكري كنبخانه فاش كتجي عمتي كنبقاو نصهروا 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 وضحكوا ونشاطوا اقسم بالله المتتبعين واش درتي انا زعما فاش كتكونوا زعما العائله هكا متفاهمين وشي عمتك تجي دائما ولا شي خالتك ولا معمري عليكم بالدار صراحه زوينه والله هاد الخصوات غتضحكوا واحد ديالكم ما كيضحكش ما كانش عمتك تجلسي حتى تبقى سامعه كون راه صار ما كان بحالهم صراحه بحال هذاك الانسان اللي ضحك ديما كان ميل كنبغيو بنادم يجي عندنا ونضحكوا ونلعبوا ونشطيو وهذه هي الضيف اختي بحال حدايا ان يوم ما تعاودك والله ما كان كنسوم متتبعين كنضحكوا كنلعبوا كنقولها تضحك عليها والله الله 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 هيا اليوم نشاركوا ان شاء الله معكم الليله ديالنا النهار الدار مع عمتي سميره وصراحه شكرا على التتبع ديالكم وبزاف ديال التعاليق صراحه كيكونوا شي تساؤلات مازال ان شاء الله في الاخر الفيديو نسولوا عليكم ميمه غنتصرفوا شحال من المتتبعين نعاودكم كلشي والله ما نخبي عليكم حتى حاجه نعاودكم كيفاش تعرفتي مع زكريا كيفاش تزوجتي به كيفاش المهم كلشي غادي نحطو لكم بزاف ديال التعاليق من غير هادشي كاين بزاف التعاليق مصدقه اللي كتبتوهم وكنعاودو ان شاء الله يا ربي يدوي على كلشي بالتفاصيل صراحه المتتبعين بغاو يعرفوا شحال من حاجه وان شاء الله ربي ما كنخبيو عليكم المتتبعين حتى شي حاجه بالعكس راه الحاجه اللي كانت كنشاركوها معكم راكم كيف ما شفتوا الحاجه اللي كانت كنشاركوها معكم في داك الاول كلشي شاركناه معكم في الفيديوهات صراحه كلشي صورناه كلشي شاركناه بالعكس ما عندناش زعما شي حاجه نخبيوها ولا هذه حتى زعما حتى نديروا عاد بقاو نلوحوا الفيديوهات والله الا كنا متتبعين كنا كنصورو وكنلوحو الغد ليه قسما بالله والله الا كلشي على طبيعته البيضه خصها طيب سخوات تشوف معايا ايوب سخوات هذا ماما مسكينه عطاها لنا الكاريره شوف انا تنصبت شفت كثرات شفت منها رمضان رمضان ما تقش حتى باش نبغاو نديرو لا سخان يعني بقاو سخان باش اللي بغا يرجع ما اللي بدا صافي خدينا ماشي مشكل التميرات التميرات هنا البيض هنا الشباكيه ايوا المتتبعين هذا الشيء اللي غنعطيه والله القسم وفي الحريره ديالك نشوفوا الحريره اجي ايوب حريره هانتوما الزليفات حتى هما ياك كاش هذا عاوتاني الحريره الحريره والله فهاد البرد نزل من الحريره الصراحه انا الصراحه واش عجبتها المتتبعين ها بلاتي فوق هناها حتى لا خاطر خاطر كي اختي حطيها هناك اش عندنا النبي راسها متتبعين الحريره سميره راه شي حاجه زوين الحريره فهاد البرد زوين الحريره كتحمقني الحريره داكشي باش تعرضت لك اختي بالرحمه وصرف مرحبا سنة والله الا واعره واش شاد الحريره المتتبعين ديالنا والله الا نصبتها من الصباح قسما بالله مورا الغدا مورا الغدا انا كتعجبني راه تكون طاقه انا كتعجبني الحريره باش ما نعكسش عليها ياك بصح حيت كتهضر تنصبي الغدا
تديري الحيره كتوجديها كتكون طايبه وتخليها تكون طايبه حتى انت ودوري واحد خاص حتى العشاء كتشرب هذا الشغل مزيان عشان الحريره حتىش كتكون ديما دايره في الفريكو معمر مقاد قاسم ديال داكشي كلشي حيت تكون كلشي موجود كتعجبك كتعكزيش بصح كتعكزيش تتحرى البطي بالحلاوه بالعسل خصك تصبري حتى العشيه حتى تشعلك الحال وتعكزي بصح ترضي غداك يطيب عرضك في الحيره رديت داك الكوكوط من حتى انت كيبقى لك الوقت راسك والله الا شفتش شي مرات اسميره اقسم بالله الا كان كل كسكرت بالحريره لا زوين حتى مع الدار مسبين كملنا بكري كملنا بكري درت لنا مسبين عمتي الماسك دخلوا عندها القناه راه غادي تحطوا ان شاء الله يا ربي خدنا والله الا خدنا والله الا بان علينا عليكم العظيم وحق حتى هي بنادم ما كدير والو غير الماسك تتبعين ردوا عليا واش زوينه ولا ما زوينه ماسك خطير وراه الحمقي هذا ماشي بحال ديال دائما والله انا عجبني حتى في الشكل حيت الماسك كي تديرو تحسو كتلقى حتى وجهك هكا كيلمع انا عجبني هذا قسما بالله حمقني وحيت ما فاش درتي الماسك كلشي غنخطط غير وجهك وداك صح عندك داك خوك صافي ودابا حتى الجوان متسبين ديال البرد كينشف البشره دابا غير فهاد البرد بصح غير ديال الواحد يدهن وجهه دابا شتي فهاد البرد راه كينشفوا اليد حتى نشفت البشره ديال الوجه بصح بلا بقا تعتني بوجهك وبيدك العنايه العنايه زوينه متسبعين والله تهلاو في راسكم تهلاو في وجهكم وتهلاو فيا حتى انا والله الا كنتكم تهلاو في راسكم بصح دعموها تهلاو في كلشي تاعكم تهلاو حتى في سميره في ابوني وشي لايك المتتبعين اخسرين عليها والله ياك اختي ما يقدروش المتتبعين ينساو كاين لا عزز عليهم انا وعزز عليهم شي يا راه متتبعين اختي يلا دخلوه جمعوا على عمتي سميره نديروا لها خاطرها الله يرضي عليكم دار المغرب وخدموا باش هي تحفزوا ان شاء الله باش كي شفتي الواحد كبير ماشي حفله كبيره حتى هي باش تحفز انا وحدك 100 كره بعد ان شاء الله خالتي امنه ان شاء الله في هذا الفيديو غتكوني وصلتي 300 كره ان شاء الله هذا الفيديو غتكون وصلتها يا وصلنا ان شاء الله 70 300 ديال اختي غادي ندير واحد دايركم لا لا غنطلبوا الدرع ان شاء الله ان شاء الله هذا الفيديو هذا غيكون 300 ان شاء الله ان شاء الله يا رب وعاوتاني مابقاش بقات 1000 مابقاش بزاف مابقاش بزاف باش 70 وغير ديروا لي زابوني ولي لايك كملوا 300 ان شاء الله يا ربي وغنديروا حفله واعره 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 ان شاء الله نطلبوا الدرع صراحه الدرع كي كنطلبوا في 100 ياك الدرع وحنا ما طلبناش دابا عاد نطلبوا ان شاء الله باش نديروا حفله فيها حفله فيها كلشي نجم انا غير 45 كانوا متتبعين غتهلاو فيا 100 كا ايوا ان شاء الله يا ربي نحطونا دابا الحريره ان شاء الله يكون خير اسامي ان شاء الله خير الله يخليهم لنا وخليهم لنا كيعزيزه وغاليه ان شاء الله ان شاء الله يا الله الناس شوف اختي راه البوطه يا بعثت تشربي عاد تصدي عليا الكرافس الريحه ديال الكرافس نفس كلشي ها الحمد لله زوينه زوينه يلاه حطو الحلقه كتبان غير في اللون نمشيو ماما قال لنا هادشي ها يلا ها بلاتي بلاتي نهزو نمشيو كاملين يلاه باش نديرو السميره هو ونديرو كلشي ان شاء الله متتبعين واحد المغرب سميره مع المتتبعين كان ديال صحاب المطعم اقسم بالله كاين بزاف هاد المغرب تحيه اللي عطاو لك هاد المغرب تحيه ليها كبيره عزيزه وغاليه الله يجعل صدر ربي الله يعطيك اختي شي حجه ان شاء الله الله يرحم عيشها خالي محمد الله يرحمه مسكين الكادو ديالك اختي والله الا كنفكرك وكندعي معاك اش غنقول لكم صراحه زوين بنادم يعطي شي كادو صراحه والله الا كتهزي وكتفكري داك الوجه اللي عطاه لك الله يجعل صدر ربي يعطيك الجنه وما فيها يا ربي عطاه الجنه ونعايمها ان شاء الله ويعطيه الجنه
وارحم با جميع اخوتنا المسلمين. متابعين راجلي اليوم غادي ندير واحد مخلق نشوف ردات الفعل ديالو واش غادي يبغي ولا ما يبغيش. باش تاتي ها بياش المخلب غادي نقول له راني درت الصوبه وانا دايره الحريره ونقول له راني درت الصوبه غادي يشعل ومتابعين. وانا عيني الا قالش ماشي مشكل وعيني الا قالش شي هضره الله يرضى عليكم انا ما غاديش نسمعها بعد. اذا شوف ما غادي يلوش يبغي وانا الا قالش شي هضره المهم سمحوا لي وانتتابعين. راني سير يلاه سير يلاه بسم الله بسم الله تخرجت من السبيطار خرجت لقيت بالجوع ما كناكل ما كنشرب والله الصحراء ما كاش كي كنشرب ما كنشرب السبيطار قزام من بيلا ايوا هي اللي درتها محمد الله ما كناكل نقول واش غادي ندير لك البيض ما كتاكلوش لا 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 اش الصبانه اش بيني وبين شي صبوش انا لعبه شي حاجه حريره كذا شوف اش كنشرب رخاش ايوا غير ما تقلقش ما تقلقش على الحراره اللي درنا ايوا ها واحد ما حكيت داكور الله حنا كل سيمانه قال انا نهار الصبت وين نبات واحد المره مشيت عزيت بابا من نوع المتبعي اللي كيتشهى يكون جالس يقول ونوضي ديري لي حيره بيضاء نوضي ديري لي شي دواز بالفلفله شي هذه اقسم بالله المتبعي كيتشهى شي طاجين بالخضر دابا شغلها دابا عاويك شي دجاجه ولا شي بركه زعما مخضره بجنباله لا 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 ل
باش اسمحوا لنا متتبعينا شي ميلاكم قسما بالله ايوا حقكم والله خصنا زوينه حق المشاهد هذا الشيء كاين هضر هضر شي متتبعينا والله الا شي سلفه هيا زيد وكنعطيهم التحيه داخل المغرب وخارج المغرب اي بابا راهم عزاز علينا راه شكيا واعره بلا المشاهدين الله ينعاد زيد بابا ايوا هذا الشيء اللي كاين والله يعطينا الشتاء ان شاء الله والله الا نقصنا الشتاء قسما بالله ايوا ربي هذا داكشي اللي كاينو دابا غير ما نطولوش عليكم بقينا الا نقول لكم مع السلامه وكاع التساؤلات ديالكم والتسبيكس وهم في التعاليق صراحه راه بغينا نديرو واحد الفيديو اللي مختص بالسبيغي بداك الموضوع وان شاء الله نجاوبوا على كل شي تساؤلات ديالكم وتهلاو نفرسكم ومع السلامه مع عمركم وليداتي.